وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن عمليات الدهم والاعتقالات في الطرمية شمالي بغداد، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، مرحبا بك معنا. حياكم الله، مرحبا بكم. دكتور، أصدرتم بيانا أدنتم فيه الانتهاكات التي تقع بحق أهالي الطرمية. بداية، كيف تنظرون لهذه الانتهاكات ولدوافعها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، هذه الانتهاكات هي ليست جديدة، يعني أهالي الطارمية كما غيرها في مناطق العراق العديدة، ولكن لا سيما حزام بغداد وتحديدا حزام بغداد الشمالي، منذ بداية الاحتلال إلى الآن يتعرض إلى انتهاكات عديدة. منذ سنوات هذه المنطقة الطارمية هي في ضيق شديد، وأهلها يتعرضون إلى العديد من المضايقات والانتهاكات، سواء بالقتل، قتل خارج القانون، أو الاعتقالات التعسفية، وبعد الاعتقال هنالك تعذيب أو تغييب قسري وغير ذلك من الأمور. كل هذه الأمور هي تجري على قدم وساق منذ سنوات، لكن ربما بين الحين والآخر تتصاعد مثل هذه الانتهاكات كما هي في هذه الأيام. لذا استدعى هذا الأمر أن نصدر مثل هذا البيان، كما أصدرنا بيانات سابقة في مثل هذه الانتهاكات. نعم. الكبيرة، هذا أمر. دكتور، الأمر الآخر لماذا؟ نعم، لماذا؟ هو أنه هذه المنطقة كغيرها أيضا من حزام بغداد تتعرض لمنهج تغيير سكاني، طبيعة التغيير السكانية لهذه المناطق وفق منهج مدروس وتشرف عليه هذه الميليشيات المرتبطة بإيران بشكل واضح وصريح، لتغييرها واستبدال أهلها وإفراغها. طبعا هي بين الحين والآخر تتعرض لغايات اقتصادية، ابتزاز اقتصادي. هذه المناطق مناطق غنية اقتصاديا، ويتعرض أهلها لنوع كبير من الابتزاز بعدة أساليب، ولكن الغاية الأولى والأخيرة هو مشروع تغيير التركيبة السكانية لهذه المناطق. نعم، كما هو واضح دكتور أن أهالي الطرمية لم يكادوا يلتقطون أنفاسهم بعد المداهمات والاعتقالات التي نفذت بحقهم خلال الأسبوع الماضي، حتى بدأت حملة جديدة. والتهمة التي تسوغها الحكومة تروجها الحكومة هي تهمة الإرهاب، لكن السؤال، هل لا تزال أو ما تزال هذه التهمة مقبولة لدى الشارع العراقي؟ طبعا الشارع العراقي اليوم لا يسمع لهذه الأكاذيب ولا لغيرها، فهو في واد والحكومة كأنها في واد آخر، وقد مل الشعب العراقي هذه التهمة وهذه الرأي التي ترفع كغطاء وستار لمثل هذه الانتهاكات وغيرها. تهمة الإرهاب أو لافتة الإرهاب ومحاربة الإرهاب منذ سنوات ترفع وحجج تتخذ للقضاء على مدن دمرت، مدن عديدة، وهجرت مناطق كثيرة، وبالملايين محافظات أهلها بالملايين رحلوا إلى مخيمات اللاجئين، ولا يزال والقسم الآخر هجر خارج العراق، وكل ذلك يجري تحت هذه اللافتة. فهي إذن أكذوبة بات الشعب يمجها ولا يلتفت إليها، لكن نعم، لا يزال هؤلاء يتمسكون بمثل هذه الأكاذيب ويرفعونها ظنا منهم أنها ربما قد تخدع أحد. نعم. أو تنطلي على البعض. النائب السابق حاكم الزاملي دعا القوات المتوجهة للطرمية إلى إعمال القتل والاعتقالات بحق الأهالي. إذا كانت جريمة التحريض جلية في هذه التصريحات، لماذا لا يسأل عنها هذا النائب السابق؟ الشركاء العملية السياسية مهما اختلفوا وتشاكسوا في بعض الأمور، إلا أنهم يتفقون على مبدأ واحد، وهي مبدأ هذه الطائفية أو الولاء لإيران وتنفيذ مشروعها في المنطقة وفي هذه المناطق تحديدا. ولا يغرنا أنه هنالك بعض الاختلافات أو بعض المشاكسات بين هذا الطرف المنتمي إلى هذه الجماعة وإلى هذه الميليشيات وغيرها، إنما هذه المشاكسات مردها هو التنازع على بعض الكراسي وبعض المناصب، وليس مرد ذلك إلى ربما حرصا على حياة العراقيين أو مصالحهم. ومن هنا لا يمكن لهذا الطرف أن يحاسب ذلك، لأنهم كلهم في بوتقة واحدة، بوتقة الإجرام، وهم كلهم شركاء في هذه الانتهاكات
بتعدد أسمائها وتنوعها وكثرتها، فكلهم نعم شركاء في جريمة، في جرائم، ليست جريمة واحدة، جرائم الانتهاكات ضد الشعب الإيراني. نعم. والقوات الحكومية من ناحية أخرى دكتور تسوغ الحملة هذه المرة بمقتل العميد علي الخزرجي في هجوم مسلح كما هو معروف. السؤال عن الرابط بين مقتل الخزرجي وبين حملات المداهمة والتحريض ضد السكان هناك، وخاصة أن ثمة علاقة جيدة كانت بين القتيل وبين الشعب هناك في الطارمية. وربما أيضا سمعنا بعض الأخبار أنهم ربما هي تكون ميليشيات متهمة مثل هذه الأمور لخلط الأوراق واتخاذها ذريعة، وهذا أمر معتاد من قبل هذه الميليشيات أنها تستخدم مثل هذه الأساليب لإثارة الفوضى واتخاذها ذريعة لمثل هذه الانتهاكات وهذه الحملات العشوائية، فلا يستغرب أن يتصرف منهم هذا التصرف. وهنالك أمر آخر، وهو أنهم منذ أكثر من مرة أعلنت هذه القوات الحكومية بمعية هذه الميليشيات أنها قد سيطرت على هذه المناطق وأنها قد باتت خالية من الإرهاب، وإذا بهم بين الحين والآخر يجددون مثل هذه الحملات، فإذا كأنهم يناقضون أنفسهم بأنفسهم. أشكرك جزيلا الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.